للنائب آخر المتحدثين، النائب في هذا البند، النائب محمد سلام الكندري، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم سيدي الرئيس، إخواني الأعضاء، أعزائي الحضور. وفقاً للمادة السادسة بالدستور التي تنص على أن نظام الحكم ديمقراطي، وهذا أمر جميع الطلبة سيدي الرئيس الذين أمامك مؤمنين فيه وموقنين أننا نستطيع التحدث كما نشاء في المجلس، لأن الكويت دولة ديمقراطية. ووفقاً ونحن هنا لنمثل القوة الطلابية، وأنا أعني بالقوة الطلابية أي أكثر من نصف الشعب الكويتي هنا في قاعة عبد الله السالم. نحن نتحدث وفق المادة 36 بالدستور الكويتي، والتي تنص على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما. سيد الرئيس، هذه المادة عطتني الحق لأعبر عن رأيي كعضو في البرلمان الطلابي. سيد الرئيس، شو أقول وش أخلي وش أتكلم؟ والله فيني غص، تدرون عن كل شيء، كل شيء تعرفونه. لكن أنا حاب أقول أن عهد الخمس صحف انتهى، عهد الخمس صحف انتهى. اللي أسمعكم ما سمعت وأريكم ما رأيت. سيدي الرئيس، شعورنا بمستقبل زاهر انتهى. شبدي فيه الجامعة الإجدادية اللي راح نسميها أم الحرائق، معلومة نضعها على الهامش، الجامعة الإجدادية من الممكن أن تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر جامعة احترقت. سيدي الرئيس، في تاريخ 13/5/2014 انهيار حفرة عميقة بنحو 8 أمتار أدت إلى مصرع عاملين مصريين الله يرحمهم. سيدي الرئيس، وزارة التربية مو قاعد تتقدم، مو قاعد نشوف تقدم، قاعد نسبع بالتقدم، لكن إحنا كطلبة ما قاعد نشوف تقدم. سيدي الرئيس، تعرف مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر في خاصية الاستفتاء، أنا أطلب منك أنك تقوم بطرح استفتاء للشعب عن مدى رضاهم بوزارة التربية. وصدقني سيدي الرئيس، الشعب الأغلبية راح تكون غير راضية عن هذه الوزارة. سيدي الرئيس، أنا أيضاً أطلب منك بيان، وأتمنى منك أنك تقوم بإصدار بيان للإعلامي اللي وصفنا بالشواذي واليهال واللي ما يفتهمون. سيدي الرئيس، والله يحز بالخاطر، يحز بالخاطر أن مذيع يطلع بأحد القنوات الفضائية ويوصف أبناء الكويت بهذا الوصف. إحنا وصلنا هنا لأن نمثل، قلت لك ياهن، أكثر من نصف الشعب الكويتي، بالنهاية يوصفوننا بهالكلام. لكن أنا حاب أقول لك كلمة، لا تحقرن صغيرا في مخاصمة، إن البعوضة تدمي مغلث الأسد. ويعطيكم العافية. شكرا. آخر